اليوم حنرجع للأساسيات A B C. أول إشي لازم تحمي جسمك بالكامل قبل ما تبلش تمرينك. مستعجل ما بدك تحمي ما تلعب، روح على بيتك. 2. أي تمرين بتلعبه لازم تستعمل مدى حركي كامل، يعني تنزل للآخر وتطلع للآخر، ما في إشي اسمه نص طلعة وربع طلعة. 3. ممنوع ظهرك يقوس بأي تمرين بتلعبه بالجيم. لما تقوس ظهرك زي هيك الحمل صار على عمودك الفقري مش على العضلات، ومش بس خلال التمرين وانت بترجع أوزانك، خلي ظهرك مستقيم ومشدود. تمارين المعدة هي التمارين الوحيدة المسموح انه ظهرك يقوس فيها فقط لا غير. 4. ما تلعب تمارين السحب وكتافك مقدمين لقدام زي هيك. اي تمرين سحب علشان تشتغل عضلات ظهرك وتقدر تحمل وزن اعلى بدك ترجع كتافك لورا ولتحت، بعيد لورا ولتحت، بعديها اسحب الوزن. ونفس الاشي تمارين الدفع، هيك كتفك اللي عم بيشتغل مش صدرك، رجع كتافك لورا ولتحت وانفش صدرك وضم كواعك شوي لجسمك. 5. ماكينات الرجلين معظمهم عليهم قبضة تمسك فيها، حاطينها عشان تستعملها. ما تحط ايديك على رجليك او تسيبهم بالهواء او تكتف حالك وانت بتلعب، امسك بالقبضة بايدك وشد عليها وثبت حالك منيح بالمقعد طول التمرين. قلت لك روح على بيتك.